يسعدني أن أنضم إليكم اليوم. أولا الشكر موصول للرئيس سيريل رامافوسا ولحكومة جنوب أفريقيا للترتيبات التي قاموا بها لانعقاد قمة بريكس هذا العام. دول بريكس برمتها تملك نفوذا كبيرا وتتحمل هذه الدول مسؤولية لإحلال السلام والاستقرار من حول العالم. وخلال هذه القمة أجرينا مباحثات معمقة بشأن الوضع العالمي بالإضافة إلى تعاون دول بريكس، وتمكنا أيضا من التوصل إلى توافق، كما تمكنا من اعتماد إعلان يوهانسبرغ وتكلمنا عن ما هي المخرجات التي ندفعها إليه. قادة الدول الخمس اتفقوا بشكل جماعي لدعوة السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، الأرجنتين وإيران للانضمام إلى عائلة بريكس كأعضاء رسميين في هذه المجموعة. تهنئ الصين كل هذه الدول وتقدر الجهود المبذولة من قبل رئاسة مجموعة بريكس بالإضافة إلى الرئيس بنفسه سيريل رامافوسا. التوسع العضوية لمجموعة بريكس يعد حدثا تاريخيا ويظهر تفاني دول بريكس للتعاون والتنسيق مع دول النامية، وذلك لتلبية تطلبات المجتمع الدولي بالإضافة إلى المصالح المشتركة للدول النامية وفي قيد التطور. نحن نعرف أن هذا التوسع سيشكل أيضا نقطة بداية جديدة للتعاون بين دول مجموعة بريكس وسيؤدي إلى زخم جديد ضمن آلية مجموعة بريكس بالإضافة إلى تعزيز عملنا من أجل إحلال السلام العالمي والتنمية المستدامة. وأنا واثق من أننا طالما بإمكاننا العمل من أجل هدفنا مشترك بإمكان لهذا التعاون أن نحقق الكثير، وسيكون المستقبل مزدهرا ومثمرا لدول بريكس. بالتالي علينا أن نعمل عمل لكتابة فصل جديد للدول والاقتصادات النامية وقيد التطور التي تعمل معا بشكل متحد للتنمية المشتركة. شكرا لإصغائكم. After